حسدي. من داخل إطار العتيد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكيد أن المسيرة الجهوية ديال جهة مهمة الخنيفرة تأتي تنزيلا لخلاصة المجلس الوطني الأخير القاضي بإنزال أشكال جهوية. نؤكد مرة أخرى تشبتنا بإطار العتيد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الإطار الشرعي ديالنا، ونحيي جميع الإطارات النقابية والمنابر الإعلامية الشريفة الحاضرة في هذا العرس النضالي. نؤكد من داخل جهة بني ملال خنيفرة أننا مصممون أي أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما في المعركة التي صنعت التنسيقية الوطنية حتى إسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وأن لا بديل لدى الحكومة في شخص الوزارة ديال التربية الوطنية إلا فتح حوار مسؤول. وبالتالي من يراهنون على الوقت ومن يعتقدون أن ربح الوقت والتماطل سيثنينا على المطالبة بحقنا أو الدفاع على حقنا حتى آخر رمق فهو واهم جدا. نؤكد جميع الشركاء، نؤكد للمجتمع الشعب المغربي قاطبة أن معركة إسقاط التعاقد ليست معركة الأساتذة الفرض عن التعاقد، فهي معركة وعلى عاتق جميع أبناء الشعب المغربي. فالدفاع عن المدرسة العمومية والدفاع عن المدرسة وعلى الوظيفة العمومية هي حق لجميع أبناء الشعب المغربي وليس فقط للأساتذة الفرض عن التعاقد. كما نؤكد بأن تدبير قطاعات حيوية بحجم قطاع التعليم والصحة بالتعاقد لو مفروض لأننا لم نكن طرف فيه فأثبت عدم نجاعته وأثبت فشله. فالتعاقد تيكون في الأمور أو في بعض المهن اللي كتكون موسمية. إذا نؤكد للمراهنين على الوقت ولا الذين يسرقون يعني رواتب الاساتذه على هزالتها، بحيث ان السرقات ديالهم الاجور ديالهم وسط 1500 درهم، يعني رغم هزاله هاد الاجره اصلا من اجل تنهينا على الدفاع على مطلبنا فهم واهمون جدا. ونؤكد انهم وخي قطعه كامله، فاتيناهم بنخبه من المناضلين، اتيناهم باساتذه تهمهم كرامتهم قبل دريهمات. الرحمن الرحيم، استاذ نجا الصافي، استاذ فرض عليه التعاقد مديريه خريبكه. هذا الشكل الاحتجاجي الذي نخوضه اليوم واستجابه لنداء التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، واللي خرجت بالقيام بمجموعه من الاشكال الجهويه. كما كتعرفوا ان الملف ديالنا مازال كما هو منذ بدايه تاسيس التنسيقيه، يعني الوزاره تنهج سياسه الاذان الصماء وما مسوقاش لنا بهذا المعنى، والحدود الساعه ما قدرتش انها تلقى حل فوري وشامل لهذه الفئه. الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي تشارك في هذه المحطه النضاليه تعبيرا منها عن رفضها وإدانتها ونضالها أيضا من أجل إسقاط مخطط التعاقد، هذا المخطط الذي يعتبر هجمة وتتويجا للهجوم الرأسمالي على قطاع التعليم وعلى عموم القطاعات الاجتماعية. وبذلك فنحن نربط أقوالنا بتجسيدنا لها على مستوى الميدان من أجل إسقاط هذا التعاقد. أننا نرفض كل هذه المخططات التخريبية في حق المدرسة العمومية، ونستمر وسنستمر في نضالتنا حتى إسقاط هذا المخطط، ونندد بكل التأسفات في حق مجموعة من المناضلين وترحيل مجموعة من المناضلين من مديريات إلى أخرى لسبب بسيط، هو أنهم يدافعون عن حقهم في المضيفة العمومية، يدافعون عن المدرسة العمومية، يدافعون عن حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني يستجيب لتطلعات الوطن والمواطن. وبالتالي
الأشكال النضالية، إذن ستستمر حتى إسقاط هذا المخطط وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. كما أيضا نندد بالاقتطاعات أو السرقات في حق الأساتذة. لا يعقل أن الأساتذة تتقطع من الأجور ديالهم أكثر من 40% وبعض الأحيان أكثر من 50%، وبالتالي هذه نعتبرها سرقات في حق الأساتذة المفروض عليهم. تحية نضالية من داخل إطارنا العتيد، التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فكيفما ترون اليوم نحن بصدد تجسيد البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني المتمثل في أيام إضراب 3 أيام 1 و2 و3 من شهر دجنبر، مصحوب بمسيرة جهوية بمدينة بني ملال، بمسيرة جهوية واعتصام جزئي، وهذا كله جاء ردا على سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الوزارة ومجموعة من التأسفات والهجومات التي تطال مناضلي التنسيقية الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومجموعة من الأجور أو اقتطاعات أجور أو السرقة كما نسميها التي تطال أجور أساتذة التنسيقية الوطني الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. والحل الوحيد أمام الوزارة المتمثل في شخص السيد الوزير أمزازي هو فتح باب الحوار، فتح باب النقاش جاد ومسؤول لإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية. وتحية، ونحن الآن في صدد مقبلين على مجلس وطني لتسطير برنامج نضالي أكثر قوة وأكثر تصعيدا، ويمكن أن ندخل في معركة لا عودة لإسقاط هذا المخطط. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.